لو صعدت فوق اليبل عندك دوربين بتشوف البحر كله، حتى الدلافين اللي فيه بتشوفها. أمي طردتني من البيت. ليش طردتك؟ بتتزوج. هاي مو بهدية، هاي ملابس قديمة. وليش تبونهم في البحر؟ ليش تسوون كذا؟ أمي يسلمك الله في العناية المركزة. أنا ما خليت كرسي في المستشفى ما جلست عليه. وعدت الريالة وصلة. وصلة. شو شفت؟ شو سمعت؟ افتح الباب. افتح الباب. هاي كيف الكاتب 15؟